مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بيروت اليوم. يسرني ان استضيف فيها الشيخ عباس الجوهري، مدير موقع لبنان اليوم الجديد، وايضا رئيس المركز العربي للحوار والدراسات. وهذا الصفه يلي بنعرفك فيها ودعيناك على اساسها، وحابب حضرتك تحكي عن موقعكم الجديد الإلكتروني. لنبدأ قبل بقضية المركز العربي للحوار والدراسات. لقد عقدتم بالتعاون مع الكونراد أديناور شتيفتونغ مؤتمر لحماية التعددية، الأقليات وحماية التعددية والعيش معا. بهذا الوقت بالذات، ما هي أهمية هذا المؤتمر؟ ما أتى به جديد الإعلان بيروت؟ اولا اسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين الكرام. نحن من تحسسنا للحظه التي يمر بها عالمنا العربي والمشرقي بشكل عام، والجنوح نحو التطرف والعنف والارهاب والاقصاء وعدم القبول الاخر، اصبحت هناك اكثر من بيئه مهدده، وفكرة النقاء في مجتمعات سقطت، وهذا ما كانت تريده إسرائيل. بأي معنى سقطت؟ أنه لا يمكن للحياة أن تكون مستمرة مع نقاء النوع. يعني التعددية هي نعمة من الله، بس بعده الوهم موجود، ما زال موجود، الميل موجود والغازريزي موجودة والطمع موجود وكله موجود. ما في شك أنه في موجة من العنف، في موجة من الإرهاب غزت عالمنا، وتأثر فيها بعض الناس المسحوقين على مر الحقب الماضية، ذهبوا إلى التطرف لأننا نحن المعتدلين لم نضع خارطة الطريق لتطور المجتمعات لتسير عليها وتجد أنفسها مندمجة فيها. لذلك يجب أن نبادر إلى اتهام أنفسنا وسؤال أنفسنا، نحن المقصرين عن تقديم رؤية معتدلة، كان رجال دين بكل الديانات بكل الطوائف. عندما تجد أن صورة الإرهاب انفلتت، التطرف أصبح أكثر من الاعتدال، يجب أن نحاسب أنفسنا على أداء على طريقة الأداء التي قمنا بها. بس ولا في شيء كمان أيضا يستوجب أبعد من ذلك، باعتبار كل ما تتفضل به مطروح، ولكن اليوم في تساؤلات جدية حول النص والإرث والتقليد الديني، وحاجته أيضا بحد ذاته إلى إعادة نظر. ما هو أنت لما بدك تشوف أنه نحن أمام مشهد تتهاوى فيه الجغرافيا، الحدود، حدود الدولة الوطنية، مفهوم الدولة الوطنية صارت بأذهان الناس تتلاشى، هذا الإرث الكبير من العيش معا والعيش المشترك والعيش أصبح مهددا في كثير من الدول المحيطة. لابد أن تتصدى النخب الفكرية لتضع رؤية. طبعا لبنان ليس جديد عليه أن يقدم صيغ في تنظيم التعددية وفي تنظيم العيش معا، لأنه نحن خبرنا بعد الحرب اللبنانية، خبرنا ضرورة إعادة تنظيم هذه التعددية التي ينعم بها لبنان، وهي نعمة، لأنه جمال لبنان أنه فيه طوائف متعددة، فيه أديان متعددة، فيه مذاهب واتجاهات فكرية متعددة. رح نفوت بالواقع اللبناني، سمحت. لذلك نحن عم نحاول نقدم لبنان كنموذج يحتذى به للدول التي ينخرها اليوم التطرف وهو يهدد صيغة العيش معا. قادر تعطي يعني أولا هذا المجتمع التعددي يعيش أزمات عديدة، وآخرها انتخاب رئيس جمهورية، وأولا الأزمات المتلاحقة، الفشل في أداء الحكومات،
عدم القدرة على تشكيل حكومات، عدم القدرة على إقرار قوانين انتخاب، عدم القدرة على انتخاب رئيس جمهورية. قديش بعد فيك تقول إنه هذه التجربة نموذج يحتذى به وينظر به على الآخرين؟ بدنا نضل نشوف حالنا بتجربتنا اللبنانية، مش تفاخرا حقيقة. التعددية بلبنان جمال، سوء إدارة التعددية قبح. نحن في صور قبيحة في يمر بها وطننا، الصيغة السياسية، الأداء السياسي للحكومات للأحزاب، نعم تناقش، لكن بالأعم الأغلب في صورة للبنان عنا بمخيلتنا وبذاكرتنا ومصرين عليها، وعندي الآخرين من إخواننا في العالم العربي، أن هذا البلد الذي تتعدد فيه الانتماءات والرؤى الدينية دخل مختبر الحرب وخرج مصرا على الحياة ومصرا على الشراكة. هذا الإصرار بده إنجاز دائم. يعني أنت تنظيم هاي التعددية ما بتتنظم بس بإعلان وبصيغة واحدة خرجت بعد الحرب بالتسعين، لا، هذا دائم الإنجاز. يعني أنت دائما بحاجة إلى أن تنجزوا يوم بعد يوم بتجربة بتطوير. لذلك نحن برأيي أنا أنه لا، لبنان قادر يقدم نموذج مع الصور المشوهة التي ابتلينا بها من أداء سياسات الحكومات، لكن بعده نموذج. يعني هل يمكن القول أنه مؤتمر يكون ينطلق من التجربة اللبنانية، حدود التجربة اللبنانية، أم له أبعاد أخرى؟ الحقيقة أنه بيروت يعني يجب أن تنهض وأن تحتضن هكذا مؤتمر يبحث فكرة هي أصلا يعني تختزن صورها في لبنان. طبعا نحن نعتبر أننا يجب أن نتعدى، لذلك كان في مشاركة من كل الدول المحيطة بالمؤتمر. من إجا مشاركين؟ من العراق. يعني أن احنا استضفنا بشكل رمزي رئيس الطائفي السابق المندائيين ورئيس الطائفة الأيزيدية. يعني هاتان الديانتان التي يعني في طور الانقراض. نحن نريد أن نقول، هذه رسالتنا، أنه ليس فقط المسيحيون في هذا الشرق يعيشون القلق، هناك ديانات أخرى، هناك يعني مذاهب أخرى تعيش هذا القلق، ولا بد لنا من أن نضع خارطة الطريق لتأمين حضورهم ومشاركتهم وتفاعلهم. وما بيحمي هذا الحضور إلا يعني إيمان نهائي بأن التعددية بدون عدد. يعني الآخر يجب أن يكون لديه حضور بغض النظر عن العدد الذي يحتوي عليه. ما الجديد في إعلام بيروت؟ الحقيقة أنه نحن اللحظة التي جاءت بعد داعش، وهذا الإعلان يعني يمكن أن يكون ميثاق لما قبل فترة التطرف وانفلات الأمور في المنطقة العربية. لكن بعد ظاهرة داعش يصبح أمر مؤكد أو أكثر ضرورة أو أكثر إلحاحا، والحاجة إليه تكون أكبر في العودة إلى تحديد المخاطر التي تمر بها مجتمعاتنا ودولنا. نعم، في خطر من عدم تقبل الآخر، في أفكار ظلامية نعيشها، يجب علينا أن نباشر في تنقية تراثنا الديني. بس على مستوى النص أو أدبيات الكلام، بتعرف حضرتك أنه الإعلان في إعلانات متلاحقة، كان ببيروت وتتعلق بحرية الإعلام الديني أو بحرية يعني حريات كذا مؤتمر صار. هل كسرتوا تابو؟ ما هل قدرتوا طرحتوا قضايا أبعد من الحدود يلي عم تطرحها اليوم المجموعات والأفكار؟ طرحت في بيروت الهموم اللبنانية بحدود التجربة اللبنانية. نحن نريد أن نذهب إلى أن نقول أن هناك مشاكل وعقد أبعد من لبنان،
ولبنان يتأثر بها سلبا أو إيجابا، فعلينا أن ننهض بتقديم رؤيتنا وتجربتنا اللبنانية حتى نرفدهم بخبرتنا في تنظيم إدارة التعددية، وننهض سوا بمشروع مشترك، لأنه الأمان المجتمعات والمجتمعات متداخلة. إذا أمننا المجتمع العراقي في حسن سير التعددية وإدارة تنظيمها وقبول الآخر، هذه المفاهيم التي يجب أن تدخل في المناهج التعليمية في الدراسات الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وين؟ بلبنان ولا برا؟ بلبنان وبخارج لبنان. نحن بحاجة اليوم إلى أن تكون موادنا التعليمية تحت رقابة العقلاء، لا أن ينتهج كل فريق كتابه المدرسي ويدرس يعني أتباعه بأديولوجية. يعني النص التاريخي عندما تقدم للطالب نصا تاريخي ببعد أديولوجي، أنت عم تخليه يتموقع ويتخندق في خندق. أما المعرفة يجب أن تتحرر من الفكرة الأديولوجية، وبالتالي يجب أن ندخل إلى عمق يعني تفاصيل المناهج التربوية إذا نريد أن نؤمن المجتمعات. لأنه ثبت أنه الإرهاب ما بيجي بلحظة، مش صدفة. الإرهاب هو ثمرة ثقافي، ثمرة فهم خاطئ ينفجر في لحظة. في بالتحديد بموضوع التعددية، يعني النقطة الأولى، التعددية سمة تكوينية لمجتمعاتنا ونعمة. ربما في لبنان بدأ، يعني حتى إذا بتتذكر بنص التسعينات الثاني كنت لما تقول لبنان في تعددية تقوم القيامة. خلينا نتذكر صحيح. عندما صدر الإرشاد الرسولي وحكي عن تعددية في لبنان قامت القيامة. اليوم صار لبنان عم يحكي بالتعددية. هل ترى أن المجتمعات العربية المحيطة بنا بالتحديد وصلت إلى حد القبول النظري بفكرة التعددية بمجتمعاتها؟ نحن في سباق مع القوى المتطرفة. نعم، على مستوى السوري مثلا أنا شهدت مؤتمرات لإطلاق أحزاب سياسية، ورأيت أن هذه الصفة التعددية أصلا دعوتهم لنا بهذا البعد، أنه أنا رجل دين شيعي، وأنا حضرت أحد المؤتمرات بمصر عندما أطلق حزب الغد السوري. طيب شو كان له قصد؟ وأنا ليش شاركت؟ أنا شاركت لثبت مفهوم أنه نحن لازم نكون شركاء ولازم نحافظ على صورة تعددية في مشروعنا الوطني القادم. في قبول؟ يعني في عندك ربما عناوين كالقومية عندما يكون منطلقات الحكم في موضوع الطائفة، في الفكر القومي أيضا لا يقبل بالتعددية، يعتبر أن القوم هم قوم من عرق واحد، من عرق واحد ورأي واحد. ما نحن التعددية يعني يجب أن تكون عابرة للإثنيات والقوميات والأديان والطوائف. يعني أنت لما بدك تقبل الكردي والعربي والأشوري والكلداني والشيعي والسني والدرزي والإسماعيلي، هذه التعددية مش تعددية بس على بقبل التعددية ضمن العرق، أو بقبل التعددية ضمن الدين، أو بقبل التعددية ضمن الأديان التوحيدية. أنا رايح باتجاه أنه حتى أقبل التعددية مع الآخر الملحد، وهذه مش دعوة للإلحاد ولا تشجيع لكن أنه أنت صيغة الدولة الوطنية، صيغة الدولة المدنية اللي نحن عم نعتبرها هي الحل، هي الحل وهي الأمثل، ما بده يكون عندها صبغة دينية، يجب أن تقبل بالتعددي. ومن هون الأوروبيين، طيب أوروبا ما دخلت فيما دخلنا فيه منذ يعني مئات السنين، وكان في حروب طاحنة بين المكونات المتعددة دينيا أو مذهبيا، بروتستانت وكاثوليك أو إثنيات ألمانية. طيب فرنساوية لأمبارح بعدها. لذلك كيف نظمت أمورها أوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، خصوصا أننا نحن كان شاركنا بهذا المؤتمر اللي حقيقة يعني يشكروا على اهتمامهم بقضايا الشعوب الأخرى، ومش على أساس أنه يقدموا نموذجهم اللي يعني يفرضوه فرض على الآخرين، مش تصدير ثورات. لا، نحن حقيقة نستلهم، نحن بدنا نروح نفتش عن كل تجارب الأمم، وهذا الإنسان العاقل اللي بيستحضر تجربة. طيب كيف تنظمت أوروبا؟ كيف صار الإنسان محترم بأوروبا؟ كيف صار هذا التنظيم الجميل؟ عندما يعني تزور أوروبا ترى هذا التنظيم الدقيق، هالعدالة المطلقة، هذا الإنسان المحترم.
كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ يجب علينا أن نحذو حذوها وأن نأخذ ونستلم تجربتها. طيب تجربتها أنه قدمت مشروع، قدمت الإنسان على كل شيء، هذا المفهوم اليوم الغربي الفلسفة التنوير اللي صعدوا مكانة الإنسان فوق النص وفوق الأديان وفوق الإنسان، وهو بشريعتنا الإسلامية الإنسان هو أفضل من الكعبة، أفضل من الكعبة، وبالنص المسيحي خلق السبت جعل لخدمة الإنسان ولم بخدمة السبت. فهيدي العودة إلى أصالة الإنسان، أضف إلى ذلك هالعدالة والحرية والمساواة وتداول السلطة، هذا اللي عمل الاستقرار أوروبا. وبالتالي هذه التجربة، طب شو المشكلة إذا نحن جينا يعني حاولنا أن نجيبها على منطقتنا ونستفيد من إدارة التنوع اللي فينا ونقبل بعض خبرات جديدة. نعم، يعني هذه الفكرة اللي يعني على أساسها كانت الشراكة مع مركز تراث إيدنوار. بالعنوان الثاني، في حماية التعددية والعيش المشترك، لبنان يقر وعنده تعددية من زمان وجاه، ولكن العيش المشترك مش عم يقدر ينتظم بالطريقة المثمرة. فما برأيك بحاجة له هذه التجربة؟ أنا برأيي أنه سرطان السياسيين والساسة اللي بهمهم الهيمنة، والهيمنة لأنفسهم مش لطوائفهم. يعني أنت بتشوف في بعض الأحيان زعماء سياسيين بيعملوا لك معارك بعناوين جذابة، وهي بتكون معارك شخصية إلهم ولامتيازاتهم الخاصة. أنا برأيي أنه نعم، هم هذا النوع من السياسيين يهددون العيش المشترك، خطاب الكراهية المرتفع. نحن بدنا نعمل مرصد لتحليل خطاب الكراهية في خطابات المسؤولين اللبنانيين، والرأي العام يحكم أنه كل واحد انه عندما يخرج يعني للتطبيق. نعم، نعم، الجاي. نعم. طيب خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني مشان تنعطي هذه الفكره حقها، ما هو هذا المرصد. بس قبل بدنا نرجع نسالك، هل ما يحكى بالمنتديات وبالخطاب السياسي اللبناني عن قبول الاخر واحترام التعدديه، هل هو فعلا هيك؟ محطه وجيزه ونعود. مشاهدي ام تي في، نتابع هذه الحلقة من برنامج بيروت اليوم، وضيفنا الشيخ عباس الجوهري رئيس المركز العربي للحوار والدراسات وأيضا مدير موقع لبنان الجديد. شيخ عباس، السؤال اللي كنا عم نطرح فيه اليوم، في كلام بكل المسؤولين بيحكوا مثل ما بتتذكر وقفنا العد، بس ينطرح قانون الانتخاب لا رجعوا نعد. قديش برأيك صادقة المواقف التي تتمسك بقضايا التعددية والعيش المشترك وقبول الآخر بالشكل يلي هو عليه؟ أنا الحقيقة بقول أنه كل لما اللي انحكت هذه وقفنا العد عبقرية وحقيقة مهمة كتير، بس المشكلة أنه هي عم تخضع للحظة، لحظة رضا عنك بوقف العد، لحظة مشاكسة وإحساس بأنه في مشكلة بطريقة الإدارة، لا ببلش عد. فلذلك عم تتفجر بأي مشكلة. امبارح صار بوزارة المال تغيير مدير من مكان إلى مكان لأنه له بعد طائفي أو ينتمي إلى طائفة معينة، تهدد المشهد العام. امبارح نفس الشيء بمكان آخر، أنا عم بسمع انه شو يعني نحن مشينا وقفنا العد، بس اذا يعني هيك بتضل نرجع بنعد. هذه ما فينا نحن نترك صياغنا لهوى اللحظه او لحساسيه وذوق الشخص. نحن بدنا مجتمعاتنا تكون تسير وفق اجنده. كيف يمكن التوفيق بين فكره انه اوكي وقفنا العد ولك حق تكون عندك كل الحقوق، وبين انه ما تاخذ المواقف التي تستفز يلي بعده؟
أنا برأيي بدنا نرجع للصيغة التوافق. الصيغة التوافقية هي الأساس، يعني بمعنى أنه نحن اليوم لما بدنا نشيل الموظف من مكان إلى مكان نراعي في حساباتنا أنه طيب بدك تشيله أنت جيب الأكفاء، بس راعي فيها أنه ما كان عليه العرف في, في, في الماضي، لأنه أي خلل بالصيغة بدنا نرجع لمشكلة طويلة. نحكى كثير بهذه المرحلة شيخ عباس عن عودة المارونية السياسية، كثير سمعناها بهذا الوقت من بعد خصوصا من عمل التوافق واتفاق مع رب. أنا الحقيقة كنت من المشجعين لعودة التوازن، لأنه مفترض أنه ما تشعر ولا جهة في هذا البلد أنها محبطة، يعني زمن الإحباط خلي يولي. لكن وأنا من الأول الناس اللي باركوا بخطوة التقارب، بس على قاعدة إعادة التوازن، لا على قاعدة أن نرجع إلى المربعات المذهبية. مشكلة أنه نحن لا بيصير في هون مش خطأ. وأنا بتقديري منيح اللي حزب الله ما لقط تقارب القوات مع التيار الوطني، بس نصر الله انتقد ما لقطها وما استثمرها. منيح انه ما استثمرها وراحت باتجاه تصير شيعي ماروني، مع فبقت في توازنات. انا بقول حتى على مستوانا في يومياتنا انه يجب ان نخرج من مربعاتنا المذهبيه، انه نروح للصيغة الوطنية، نروح للشراكة الوطنية، بس كمان ما حدا يجي بوهم الغلبة، يعني يجب أن تنتهي وإلى الأبد في مخيلة كل المكونات في لبنان وكل الطوائف في لبنان أن ينتهي وهم الغلبة، الغلبة العددية أو غلبة بالسلاح أو الغلبة بالنوع. فلازم نحن حقيقة نطلع من هذا الوهم ونروح ل إصرار على الشراكة، إصرار على أن نعيد لبنان إلى حياته، يعني الحياة الجميلة والحياة التي تضج بالحياة ولتضج بالعمل. أنت بتعرف أن لبنان بيروت بائسة، ما فيها حركة تجارية وما فيها شركات عم تشتغل وما في نسبة الإشغال في الفنادق تكاد معدومة. طيب هيدا في سبب ما بيدعي انه كل هالناس تيجي تفكر يا عمي وين رايحين؟ لاي امد تنتظرون؟ كده بلدكم ولا بلد مين؟ يعني بدك تنطر الاخرين من الخارج ليجوا يعملوا لنا ليجمعوا، يعني انه تعودنا انه بدون يعني غازي كنعان وبدون اخر من ما بيدير امورنا. انا برايي انه يجب علينا ان نضغط على السياسيين وأن نجرمهم على التأخير في أي استحقاق، استحقاق رئاسة جمهورية أو استحقاق أي انتخابات بلدية. من الجريمة غدا أن نأتي إلى اليوم الأخير فنقول أنه بطل بدنا نعمل انتخابات، لأنه وبيكون بالواقع أنه بيكونوا مثلا الأحزاب ما عندهم هلأ يعني القدرة المالية أو حطينا بمكان آخر، أو بتكون المسألة ببعد آخر لا إلها علاقة بالموضوع الوطني ولا إلها علاقة بشيء، إلها علاقة أنه أنت مش قادر تعمل هلأ انتخابات بحساباتك الشخصية. أنا بتقديري أنه هيدي جريمة. أي استحقاق يتأخر عن لحظته عن وقته هو جريمة بحق الدولة، بحق مفهوم الدولة، بحق الديمقراطية، بحق مفهوم تداول السلطة وبحق شرعية السلطة. نعم. خليني أسألك، ما هو المقلق باتفاق مع أعراب إسلامياً؟ أن نعود إلى المربعات الطائفية، هذا الخوف. يعني برأيك أنت لو ما كان في انقسام قوي 8-14، نزاع سني شيعي مستعر، كان النظر إليه بطريقة مختلفة؟ طبعا كان لو ما التشنج الشيعي السني الممتد واللي إله مرشح أن يستمر كان دغري تشكل بلد إسلام مسيحي. بس لانه هلا العوائق كبيره بين اعاده الاندماج في المشروعين الشيعي والسني على شراكه اسلاميه، يعني في تنافس قائم وبتقديري سوف يستمر، لانه اذا وقفنا اليوم بدنا لنقي المشهد بدنا سنوات، فكيف انه بعدنا عم نتسعر مشهد التنافس هذا؟ إيه لو المشهد بعده كان اثر،
بس بتقديري بس انه شو المطالب يلي عم يطلبوها والتي تستفز برايك الراي العام الاسلامي؟ يعني هو الخلفية الذاكرة للمارونية السياسية، الذاكرة بالوسط الإسلامي منا نقية، يعني هي مشوهة ولديها صور كمان ما كانت نقية حتى في بالوسط المسيحي، هناك نقد للتجربة، الاستئثار، الامتيازات، الصلاحيات المطلقة، عدم المشاركة في وقت من الأوقات، علما أنه حملت أكثر مما تحتمل. واليوم نحن نشهد يعني امتيازات طائفية لطوائف أخرى أو لرئاسات بطوائف أخرى منا قليلة، يعني قد تضاهي ما كانت عليه المارونية السياسية. بس أنا برأيي أنه حتى المسيحيين منيح أنه يرجعوا يعيدوا إنتاج حضورهم. بس أنه شو بالتحديد يلي برأيك عم بيبالغوا فيه بهيدا التحالف؟ هو يعني عودة الخطاب السياسي للمربع المذهبي، عودة الخطاب للمربع الطائفي. يعني برأيك الشكوى مثلا من التهميش بقانون الانتخاب مش مبررة؟ أنا برأيي مبررة. مثل ما أنت لو أنت أنتجت مشروع وطني وأدخلت الناس، وشفنا أنه أنت فعلا قدمت تجربة وطنية رائدة وخليت الناس تندمج بهذا المشروع، بضرب لك سلام. بس طالما أنت بالشكل ساعة اللي بدك بتحط عناوين وطنية وبالمضمون بتحكي بالأغلبية وبتحكي بعقل الأغلبي، طيب كمان الآخرين مفترض أنه يفكروا بحضورهم بهويتهم الفرعية. لما اللي بنفشل في إنتاج هويتنا الوطنية ومشروع وطني تندمج الناس فيه على أساس مشروع وطني مش مشروع طائفي، أحسن وأحسن. بس إذا فشلنا بهذا الإنتاج، هلا 14 أدار عملت نقلة نوعية بالساحة اللبنانية لانقسامات على خيارات سياسية، واندمج فيها كل المكونات في فريق مقابل فريق، وبالطرف الثاني كمان كان في هذا الإنتاج، كنا مرتاحين إنه ما فيها بعد طائفي، يعني ما في شيء اسمه إسلام مسيحية. بس اليوم رجعنا لمطرح بعد ما فشلنا في إدارة تعدديتنا داخل ساحة 14 أدار أو داخل ساحة 8 أدار، حترجع للمربعات المذهبية، وهيدي كارثة، لأنه ذاكرتنا بلبنان ذاكرة مثقلة بهذا الانقسام الطائفي. ليش برأيك صعب على كان ب 8 أو ب 14 وعلى الأقل ب 14 أكثر الموضوع معلن، ليش صعب إعطاء قانون انتخاب يعطي صحة تمثيل؟ هني المبررات اللي بنسمعها نحن من قيادات 14 دور والقيادات السنية تحديدا، انه نحن بدنا نطلع من الانتماء الفرعي، من انتاج النواب منتج طائفي لنروح لمنتج وطني. يعني وانا بحبس انه يصير النائب بحاجة للأصوات من كل المكون، وبالتالي بصير خطابه هو خطاب وطني. لما بترجعوا بس ينتخبوا أهله، يعني الشيعي بينتخبوا شيعي طبعا بده يحكي خطاب شيعي، بس لما بيعرف أنه خطابه بده يحرز على رضا وتأييد كل الأطراف، بده يصير معتدل، بده يصير يروح للمشتركات بين الكل. أنا وإنت قطعا بنفكر أنه طموحنا أنه يكون الانتخاب على أساس وطني، الانتخاب مش على أساس طائفي، مش كل طائفي تنتخب. بس ما أنتوا فشلنا بإنتاج، ما لو اللي عم يشكل مقدم نظرية ومقدم تجربة منيحة على رأسي بنضرب سلام، بس ما الكل طائفيين، يعني ما حدا يعطينا دروس بالوطني. وأنا بظهر كرجل دين شيعي، بس أنا مشروعي الوطني أولا، يعني وأنا مع فصل أصلا الدين عن الدولة، لكن أنا بمارس السياسي من منطلق كوني مواطن وليس من منطلق كوني. خليني أفتح إلى لين على الفكرة اللي طرحتها. هل أنت مثلا تصل إلى حد قانون مدني للأحوال الشخصية؟ أنا بتقديري غير زواج المدني، يعني قانون بتقديري يعني. حتى بالزواج المدني نحن عندنا القدرة، يعني مرنين في فقهنا الجعفري الشيعي للقبول بأن العقد شريعة المتعاقدين، وفي شروط تخضع لما يريدان الطرفين. فكرة إلغاء مثلا الأحوال الشخصية للمذاهب، هل أنت ما قانون أحوال أو تقبل أو لا تعارض على الأقل، خلينا ننزل بال ضلك رجل دين، هل تقبل ولا تعارض نظام مدني للأحوال الشخصية اختياري؟
أنا مع نظام مدني اختياري، يعني من يريد أن يذهب لنظام الأحوال الشخصية بعقد مدني اختيارا فليذهب. طبعا هو بيروح قبلها لعند الشرع وبيعملوا شرعي ليحرز يعني التقليد الديني له، لكن بده المحاكم المدنية يعني هي تنظر في الخلاف وفي التسجيل وهيدي في عنا يا في نحن نشترط. أنا في زوج على أساس أنه إذا صار في أي خلاف نحتكم في لنظام، فينا نحط شروط في العقد عنا إياها موجودة. هلأ الآخرين يعني شوف حتى عند إخواننا المسيحيين ما المشكلة أكتر، يعني الكنيسة لا تجيز أصلا حتى الاختيار، يعني ممكن الاختيار بتقبل فيه بس أنه بس كل أوروبا قائمة على قانون زواج مدني. أوروبا تحررت وتطورت في فهم وفي تحديد صلاحيات الدين وأماكنه، يعني في فصل في إعطاء للدين مساحة في الكنيسة، أما في الحياة العامة وتنظيم الحياة العامة لا، دولة مدنية لها محاكمها ولها قوانينها. تقدر مثلا أنت تقبل أنه يكون اللبناني ذات مثلا نظام أحوال شخصية كما أوروبا؟ اختياري نعم، يعني من يريد أن ينظم أموره بالمحكمة الشرعية الدينية فليذهب، ومن يريد أن ينظم عقوده بالمحكمة المدنية فليذهب. يعني نحن حتى بالإرث والزواج من شريعة المتعاقدين، طب أنا هاي مؤسسة طرف إلها طرفين عم يشتركوا على مؤسسة إنتاج مؤسسي، ضوابطها هن بيختاروا أي المحاكم تبوت في النزاعات أو في نظام الإرث أو في غيره. نحن في اجتهادنا أو مجتهدين مراجعنا قادرين يوصلوا إلى قبول بشكل من أشكال الانتظام العام المدني. طبعا بتشيل من إيد الدينيين مساحة من السلطة، بس نحن المحاكم الشرعية مش صاحبة سلطة، يعني لا يقوم المذهب على القضاة الشرعيين، وإنما هؤلاء ينظمون أمور الناس. أما في الديانات الأخرى أو المذاهب الأخرى لا، في نزاع لأنه تشيل من إيدهم كل الصلاحيات، شو بيضل عندهم إذا خلت الناس تروح. أنا مع تطور الفهم باتجاه الحرية في اختيار تنظيم العقود مدنيا أو دينيا. حابب رجعك على مصطلح استخدمته نقلت الشكوى والمخاوف منه، هو مصطلح المارونية السياسية. ما ليس برأيك في شيء من الظلم عندما نرى كيف كانت نوعية الحياة والدولة أكثر مدنية أيام المارونية السياسية؟ ليك ما بدنا ننتقص حقوق بعضنا البعض، للمسيحيين نكهة خاصة في الحضور في المشهد اللبناني، وأي خسارة لحضورهم خسارة للبنان. عم نحكي بغض النظر عندما نجي بدون تخويف شعر. خلينا نروح تخويف من المارونية السياسية. إذا جينا حطينا المارونية السياسية أي لبنان كان وحطينا هلأ ما في فرق؟ يعني كل فترة إلها مساوئها وإلها إيجابياتها. خلينا نفتش عن الإيجابيات، نجيب الإيجابيات. المبالغة السؤال فيها مبالغة بس كمان في يعني في احتكار، في لحظة امتيازات، كانت فيه لحظة سبق للآخر. يعني كانت المارونية السياسية على الأول في امتيازاتها، مقتضى الشراكة أن نكون متشاركين متساويين في الحقوق والواجبات. صار في غلبة بعد الطائف، أنا بقول لك صار في غلبة أو شكل من أشكال الهيمنة، بس كان كلنا مهيمن علينا من قبل النظام السوري اللي كان قابض على كل الوضع في لبنان. فكمان نحن ما نحمل بعضنا البعض، يعني تجربة ما بعد الطائف أنه ما تقدم صورة، ما كانت الجو السوري ضاغط في تشويهها، ما بده صورة مشرقة. الله صار له 11 سنة السوري فعلي كمان هون، هول 10 سنين إذا بدنا نتحاكم عليهم، هول 11 يعني قد الفترة السورية تقريبا. وبنقول لازم نحن نكون نباشر الأمور بدون مجاملات، ونقول وين أخطأنا، وين أخطأت القوى الإسلامية، وين أخطأت القوى المسيحية، وين أخطأت القوى الوطنية، ونعيد دائما النقاش
بس على مصلحة الوطنية، على مصلحة لبنان، مش على مصلحة أنه أنا قم لأجلس مكانك بشيل لك امتيازاتك لحتى أنا أخدها. مش هذا اللي بده يبني بلد حقيقة، ما بده يتوهم بالغلبة، بده يبني شراكي منصفي. ماذا بعد، خلينا نحكي على المحور الأخير، ماذا بعد إعلان بيروت لحماية التعددية والعيش مش معا، وما هو مرصد خطاب الأحزاب السياسية؟ نحن بهذا الإعلان نريد أن يكون وثيقة نتقدم به إلى كافة الأفراد للتوقيع عليه، وإلى المجموعات وإلى الجمعيات وإلى رؤساء الطوائف والمكونات اللبنانية، ونتقدم به كنموذج لمحيطنا العربي عندما نلتقي بأصدقائنا وإخواننا، أنه حافظوا على المجتمعات المتعددة ونظام الشراكة الموجود، والإقصاء شيلوه من راسكم، هذا الوهم الغلبي شيلوه، خصوصا للأكثريات في المنطقة، أنه شيلوا من راسهم وهم أنهم يستطيعون الاستئثار بكل شيء. لا، الدنيا تغيرت، وسائل الاتصال تغيرت، واللي اليوم أنت بتضغطه بيوم الأيام بينفجر، فليش لحتى لي أنت ينفجر وأنت مش محضر حالك؟ حاول أنت تتعايش معه وتنفسه، ما يضل بركان أو نار تحت الرماد، تباشر المسائل بشكل مباشر لتنقيتها. لا يعني بس خطوات عملية. خطوات يعني عملية. شو مشروعكم؟ إنه نحن نحافظ أو نأسس لمشروع المحافظة على صيغة العيش المشترك، على صيغة الحدود الوطنية، لأنه نحن خايفين من تهاوي الحدود الوطنية للدول. يكون هذا الإعلان هو ميثاق شرف يتبنى في المحافظة على وتنظيم العلاقة مع الآخر. والأمر الآخر اللي بدنا نطلقه هو المرصد لخطاب الكراهية في خطاب الزعماء اللبنانيين. نحن بدنا نخضع كل خطاب لمجموعة من الباحثين النفسيين والسيكولوجيين والدينيين وكل يعني كل المهارات الفنية في فقلوا بالعالم شبيه ولا فكرة جديدة؟ أنا برأيي أنه نحن لأنه المشكلة قدامنا، يمكن ما عندنا مشكلة بمكان آخر، نحن مشكلة أنه في خطاب كراهي، في منسوب كبير في خطاب عند المسؤولين اللبنانيين من الكراهي بين السطور، وفي خطاب معلن وفي خطاب داخلي. أنا بخاف من الخطاب الداخلي أكثر، لأنه في خطابين عنا، كلنا عنا لغتين ولسانين، لذلك أنا بخاف من الخطاب الداخلي اللي بيعبئ الجمهور الداخلي وبيطلع بجماليات المشهد مع الآخر. ومع ذلك حتى في الخطاب العام فيه نتوءات وفيه تشوهات وفيه مساحة من الكراهية، لذلك نحن بدنا نحاول نحاكم كل نص وكل خطاب على ميزان قديش عم يسهم هو في تأجيج الكراهية بين اللبنانيين، والرأي العام يحاكم. نحن لا بدنا نروح ندعي بمحاكم ولا بدنا قضاة، ولو أنه يا ريت القضاة في لحظة الاشتباكات السياسية، يا ريت القضاة يكون عندهم يعني تقدم ملحوظ في أنه الإمساك بدورهم الريادي، ويضربوا بإيد من قانون مش من حديد، بإيد من قانون ومن حق، لأن المجتمعات ما ممكن أن تخضع لأهواء السياسيين، وأنه المحاكم تصير تابعة والقضاة. فأنا عم أقول أنه خطاب الكراهية الرأي العام بده يحاكم فيه، بس نحن نفسر له قديش مرق بالخطاب نقاط تدعو إلى الكراهية. طيب عندك انطباع أنه هذا أمر مجدي؟ إذا عم نشوف البلد كيف رايح، دائما انحدار، يعني من التسعين لليوم هو بانحدار مستمر. يجب أن لا نستسلم، وإلا شو البديل؟ البديل أنه نروح إلى الجزر الطائفية. يا أخي في ناس ما فيها تعيش بالبيئة الواحدة، البيئة الواحدة بيئة كريهة، الكهف مظلم، التعددية فيها جمال، فيها غنى، فيها ثراء، بس بدها إدارة تنظيم، يعني عندما لا تشبهني أنا أستفيد منك وأنت تستفيد مني. أما أن نكون مثل بعض، ما منكرر حضورنا بيصير مكرر، ما بيعود له طعمي. لذلك نحن هيدي النعمة بدنا نحافظ عليها كنعمة، وبدنا نرفض تحويلها إلى نقمة، وبدنا نصر على العيش معا، حتى لو كان هناك إصرار في أقبية المتطرفين على تحويل عالمنا إلى عالم نقي، يعني فيه نقاء. لا، نحن بدنا الاندماج، بدنا نحافظ على الصيغة اللبنانية، وهيدي بدها جهود يومية، وهذا بده إنجاز يومي.
مع كل الحريصين والخيرين على إنجاز مشروع وطني. نعم. بظل إذا بدك الهواجس والتهديدات، يعني قد تكون هواجس محقة وقد لا تكون محقة، وقد تكون هناك تهديدات وقد لا تكون، هل قادر تطلق حرية تفكير ودعوة إلى التعددية؟ هل في وقت الأزمات ألا تعود الحرية من الترف؟ أنا برأيي لأنه المسؤولية واجبة بلحظة الأزمات تكون آكد، يعني يكون الموضوع مؤكد أهم. أما نحن بلحظة الترف البلد ماشي ورواء وتجي تحكي بتصير من نافلة القول. اليوم من الواجب أنه نحن نتسابق بين من يطرح التطرف كحل وبديل والتقوقع والتمذهب والانغلاق، وبين اللي بده يناضل ويدفع ثمن. يعني قديش واقع هذا الكلام انت من البع على كيلومترات قليلة جدا جدا، هناك خطر ماثل. كيف بدك تقنع الناس اللي حواليك ان يتمتعوا بطرف التفكير المختلف؟ ليك تصوير الصورة انه داعش على الابواب كان فيها مبالغ وفيها استثمار سياسي، وأنا مش عم قلل من الفكر الانغلاقي التي تمثله داعش، مش عم قلل منه لأنه وصلت لأوروبا، مش عم قلل منه، بس عم أقول إنه هودي بتواجهه، يعني ما أختلف به عن من يواجه هذا الخطر ويعيش هذا القلق، إنه بدي نقي أنا الأدوات التي تواجه هذا. إذا بيجي الشيعي يواجه التطرف السني بيزيد التطرف تعقيدا، طب ليش ما انا براهن على الاعتدال السني اللي هو بيواجه التطرف السني، والاعتدال السني الشيعي بيواجه التطرف، والاعتدال الشيعي بيواجه التطرف الشيعي، هيك بنحاول نطلع من يعني من التطرف اللي ممكن يحصل من هالشباك. يعني تصور انت نظريه اليوم بيجي بيقولوا لك انه النظام السوري هو اللي بده يحارب الارهاب والتطرف، ما هو اللي بيزيد الارهاب والتطرف. هذا قصدي اقول انه صح هودي مشكله، بس هول المشكله كمان مش متروكه الدنيا، ما في قوى عظمى اليوم هون، وفي مطارات وفي حاملات طائرات موجوده، ومش لحالنا، يعني مش غول هجم علينا وما في حدا يرد عنا. بس لا، الدعوه للقلق الزايد ما كان مبرر، وكان له استثمار سياسي في المحافظه على نظام كان يتهاوى، وفي خلاف على هذه النقطة. أنا بقول إنه نحن لازم نروح نباشر علاج المشكلات بكافة جوانبها، مش بس الجانب الأمني والعسكري في مواجهة التطرف، يجب أن نواجهه مواجهة فكرية، مواجهة في تنقية موروثنا الديني اللي هن عم يعتمدوا عليه كمتطرفين، وعم يجوا يقروا كتب دينية وكتب إلها علاقة بفقهنا وإلها علاقة بتراثنا وإلها علاقة بكلامنا الاعتقادي، وبالتالي كيف يمكن لنا أن نواجه هذا التطرف بدون إعادة نقد لتراثنا وتنقيته من الشوائب وتقديم الصالح منه للناس لكي نؤمنهم في مجتمعاتهم؟ برأيك الواقع في تحديدا بمنطقتكم بعلبك الهرمل قادر يوصل لهذه الشبكة من العلاقة بين المعتدلين ومواجهة متطرفين؟ أكيد. التاريخ البقاع تاريخ عيش مشترك، تاريخ البقاع فيه من كل المكونات اللبنانية الطائفية المتعددة، والحياة المشتركة اليومية أكبر بكثير من المشاكل، لذلك نحن نصر على هذه الحياة المشتركة بين كل المكونات الموجودة، إن كان سنية أو شيعية أو مسيحية ودرزية، ومن كل المكون البقاعي. يعني تاريخيا البقاع هو صورة مشرقة من التواصل. لا، حضرتك تتبنى هذا الخطاب منذ زمن وسنوات، برأيك شو هو صداه؟ هل الشيخ عباس يقول كلام في الهواء؟ هل هو يخرج عن المجموعة؟ كيف ينظر إلى كلامه؟ أنا بتقديري أنه أهم شيء أنك أنت تعمل شيء وتعتبر حالك عم تأدي دور تخدم قضية أنت مؤمن بها، وهي قضية محقة، تأمين المجتمعات في تنظيم علاقاتهم
وابعاد التطرف، ابعاد الفكر المتطرف، هيدي بحد ذاتها قيمه. هلا قديش انت بتكون هذا فكرك هو المنتشر، هيدي في لحظات تاريخيه هي اللي بتخلي اي خطاب يكون هو السائد. نحن نتطلع الى يوم يعني يصبح خطابنا هو الخطاب الذي ينتمي اليه كل الشرائح. وبتقديري نحن نمثل أغلبية صامتة في المجتمع اللبناني، والسياسيين انت شوف هلأ بيكون بحي ثلاثة متطرفين بيعملوا جو بالحي انه هن يعني حمات الحي، او هن يعني مسيطرين على الحي. هو بالواقع لا، الاعتدال صوته منخفض لكنه الأغلبية. انا اعتقد انه خطابنا هذا يمثل الاغلبيه الصامته في زمن يعني الصوت العالي للغلو والتطرف. نسال الله ان يمكننا في يوم من الايام ان تكون خطاباتنا هي خيارات شعوبنا. الشيخ عباس الجوهري رئيس المركز العربي للحوار والدراسات، اهلا بك في ام تي في. اهلا بكم، شكرا لكم. مشاهدينا الاعزاء، شكرا لكم للمتابعه، وتذكير ان بامكانكم متابعه اخر الاخبار عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر وفيسبوك وام تي في.com.lb. الى اللقاء.